بالنسبه للاطعام مسكين يا اسئله. نعم اطعام مسكين. نعم اطعام مسكين هل اذا كان كم قيمتها كانت ماديه ممكن ان فما ما تخرج مال تخرج طعام في بعض البلدان الامارات الاشاك تبعت الهلال الاحمر الاماراتي ما شاء الله عليه في المكان تدفع فلوس وممكن تسوي هل نقدرها مثلا على قيمتها هناك تصل على قارب مساكن في الامارات كم القيمه عندكم وادفعها بعدين مال احد الاشخاص لكن هم يخرجوها طعام او مال هاي ما هم بعد ذمه الهلال الاحمر لا ابحث عن اناس يخرجوها كما كان يخرجها النبي صلى الله عليه وسلم وابلغ ذمتك يا اخي هل شقت امر ان اخرجها طعام لا ان شاء الله ما شاء ان شاء الله من يتق الله جعلهم مخرجا طيب بالنسبه لمريض السكر احد اقاربه يسال قال انا ادفع كفاره واصوم في ايام ممكن اصوم فيها لا ما ليس عليه الا القضاء هذا الذي يستطيع القضاء يقضي فقط مين اوجب بالنسبه لسؤال الرعاف بعض الاحيان الرعاف يدخل داخل الجراح اذا لم يتقصر ودخل شيء هذا ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا اخطاء على تعقيبك شنو هي الفطره؟ يعني اذا هسه واحد ما صار مريد يخرج فطره او افطار غير مسلم شقد قيمته؟ شلون تقاس؟ قلنا ما تقاس بالمال ما تقاس بالمال بس صاع من طعام على, على على يعني على قدر او على امكانيه صاحب هذا المال او على امكانيه الشخص لا صاع من طعام اذا كان من رز من رز قد يقدر العلماء حفظهم الله اربع زيات تقريبا باثنين كيلو ونصف وبعضهم يقول الى يعني ثلاثه كيلو وتنوي الزياده انها صدقه هذا في الرز لكن يختلف لان الصاع يختلف عندما تضع فيه الرز وتضع فيه الزبيب وتضع فيه التمر مفهوم؟ يعني يختلف فهمت يا شيخ؟ ما عزتك هذه الفكره ذيك ليش تصعب على اللي ما يقدر يصوم يطيب انت تحكي عن الذي لا يستطيع على الصيام الاولى صحيحه بس الذي لا يستطيع على الصيام يجمع 30 مسكين في اخر يوم او يطعم 30 مسكين اي طيب شلون راح يطعم 30 مسكين حسب امكانيته ولا يصنع لهم وليمه طعام ويطعمهم نعم نعم قلنا صلاه التراويح على حتى في الحضر هي مستحبه ايوه لكن صلاه التراويح صلاه الجمعه لا تجب عليه الجمعه لكن ان صلى صلاه صحيح ولا وصلاه التراويح النبي صلى الله عليه وسلم كان في السفر يوتر ولم يترك الوتر ولا ركعتي الفجر فان صلى لا اشكال وان لم يصل فذاك لا اشكال عليه انت معي.